مرحبا بكم الناس الكل. موعد مباراة السوبر الافريقي بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري في الامارات. حسمة المحكمة التحكيم الرياضي لاتاس ملف أزمة حاملي لقب دوري أبطال إفريقيا 2019 لصالح الترجي التونسي على حساب الوداد المغربي، رافضة قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة. وبهذا القرار يضرب الترجي التونسي موعدا مع الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الإفريقية في كأس السوبر الإفريقي، وتقام المباراة أيام كما قلنا يوم 16 أو 17 أو 18 من شهر أوت المقبل بالإمارات. وكان الوداد المغربي قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس بعد إلغاء الهدف متاعه. لذا نقول مبروك للترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا، الزمالك المصري بطل الكونفدرالية، باش يتقابلوا مع بعضها في كأس السوبر الإفريقي بالإمارات.